بيك شابو من كل جمهور مانشستر يونايتد في العالم كله لل 200 شخص اللي بيقال عنهم ان هم 200 شخص اللي عملوا كل الاحداث دي. هي مش احداث شغب اكتر ما هي ثوره ضد ملاك النادي الجليزرز. جمهور مانشستر يونايتد بدا يحس ان خلاص تجربه الجليزرز جابت اخرها، والناس دي حرفيا كل همهم على يونايتد ان هم ياخدوا من وراء اموال، وما بيدوروش على فكره انه يرجع يونايتد لمنصه الدوري تاني، ولا يرجع يونايتد كفريق كبير في اوروبا وفريق بينافس على دوري ابطال وبينافس على الدوري كل سنه. لا، الفكره دي مش موجوده عند الجليزرز. الجليزرز اهم حاجه بالنسبه لهم يستفادوا من اسم النادي ومن شعار النادي اللي بيكسبهم ذهب، وده اللي الجمهور اخيرا بدا يكونوا ان خلاص الناس دي ما عندهاش مشروع رياضي، الناس دي عندها مشروع ربحي وتجاري ليهم شخصيا اكتر ما هو مهم بالنسبه لجمهور مانشستر يونايتد. وعلى تجربه السوبر ليج بتقول لك ان خلاص جمهور الكره في العالم او جمهور الانديه الانجليزيه بداوا يحسوا ان ملاك الانديه بتاعتهم كل همهم الاموال، كل همهم يدوروا على الفلوس بس، مش همهم ان هم يدوروا على بطولات، مش همهم ان هم يرجعوا مجد ارسنال الضائع عند ستان كرونكي، واللي الناس برده بدات تصور عليه وبدا يتقال كلام على بيع ارسنال ونقل ملكيه ارسنال من ستان كرونكي لمستثمر جديد لسه لحد دلوقتي ستان كرونكي بيتكلموا على بيع نادي ارسنال. فجمهور مانشستر يونايتد قال لك احنا اصحاب الفكره واحنا دايما عايزين مصيرنا بايدنا، لان النادي ده انشاه عمال انجلترا والنادي ده ملك لجمهوره، وجمهوره خلاص مش عايز جليزرز على رئاسه النادي كملاك للنادي، وعلى ان هم بيتحكموا في مشاريع النادي الرياضيه. الجمهور شايف ان واضح ان مفيش اي مشاريع رياضيه، وايه جايين يعملوا الكلام ده في مباراه انجلترا كلها مستنياها، مباراه ليفربول ومانشستر يونايتد الديربي الاعرق والاقوى في انجلترا، فالوضع بيبقى صعب جدا انك تنزل تعمل ازمه في ظل كل الناس مستنياها. الناس مستنيها مباراه مانشستر يونايتد وليفربول على احر من الجمر علشان خاطر تشوف الدوري رايح لناحيه السيتي، وليفربول هيخلص على يونايتد ولا يونايتد هيخلص على ليفربول وما يلعبوش دوري ابطال. وفي عز كل ده الجمهور بيختار التوقيت المثالي ان هو يعلن ثورته على الجليزرز، خلاص جبنا اخرنا. اتمنى ان هم يستمروا، سيبك من المباراه تتاجل ما تلعبش النهارده، تتلعب بكره، تلعب بعدين، المهم المسج يوصل، مسج ان جمهور يونايتد خلاص جاب اخره من جليزرز، خلاص جاب اخره من كل الصفقات اللي بتتعمل لمجرد ان هي صفقات دعائيه، خلاص جاب اخره من كل المديرين الفنيين الهفا اللي بيمسكوا الفريق لمجرد بس ان هم مديرين فنيين بيمشوا على الجليزرز. عايزه الجمهور عايز يشوف نادي عنده برنامج حقيقي عنده مشروع واضح، حتى العيار ما يسيبش يدوش، حتى لو ما مشوش الجليزرز هيقرروا ان هم يقعدوا مع الجماهير ويشوفوا الناس عايزه ايه، وقتها ممكن يدوروا فعلا ان احنا نتخلى شويه عن فكره ان احنا واخدين النادي فحت وردم ونعمل مشروع يرضي ربنا علشان خاطر نرجع يونايتد اللي يستاهل ان هو يرجع لمنصه التتويج تاني. اتمنى ان الجمهور ينجح، اتمنى دايما ان ثورات الجماهير ضد ملاك الانديه اللي كل همهم الاموال تنجح، اتمنى ستان كرونكي يتم اطاحته من ارسنال، اتمنى يتم اطاحه الجليزرز من مانشستر يونايتد، او يتم مراجعه افكارهم علشان خاطر عايزين نشوف يونايتد يرجع تاني ينافس على البطولات. مش مهم ماتش لعب النهارده او لا صديقي، المهم انك لو عجبك الفيديو انزل اعمل لايك، ولو ما عجبكش شايف ان دول شويه مشاغبين ومش خايفين على نفسهم من الكورونا فانزل اعمل ديسلايك واشتم في الكومنتات زي ما انت عايز تقول يا صديقي.